الجول اللي دخل فينا منتخب مصر كان بيلعب ناقص. كان ساعتها علي جبري بيتعالج بره ولسه اسامه جلال ما نزلش. في الحاجات اللي زي دي لازم منتخب مصر دي بدايه الجول كانت في الدايره قبل ما هتروح في الطرف الشمال. لو مشي فريم كمان واحد ودخلوا لعيبه منتخب مصر هتلاقيهم 9 لعيبه. يعني ارجع الفريم اللي فات معلش اللي قبليه ده محمد صلاح اعتقد اللي راجع من الدايره. ادي 3 يعتبر في نص ملعب بلجيكا. ماشي تمام. امشي الفريم اللي بعديه عد بقى ادي الاربعه اللي ورا والثلاثه اللي في نص الملعب واللي كان احنا كنا 9. لازم هنا اعطل اللعب كتير. صح لازم اعطل اعمل فاولات. اعمل فاول في ان شاء الله على حدود ال 18 بتاع بلجيكا في نص ملعب بلجيكا. ادي فرصه ان اللعب يقف علشان تكتمل صفوفي بالظبط. حتى لو كملت ان هتلاقي التغطيه العكسيه بتاعه حمدي يعني حجازي وهو بيدور على التغطيه العكسيه بيشوف مين زميله اللي مغطيه وحجازي سنتر باك في العمق لوحده. فدي نقطة لازم لعبتنا تخلي بالنا منها. بص حمدي بعيد وفيه 2 كمان اصلا في ظهر حمدي. صح. والراجل بيتحرك في ظهر حجازي في المسافة اللي هي ما بين حمدي وحجازي. حجازي في لحظة بقى لوحده. بالظبط. اتعملت على الارض في ظهر حجازي الراجل دخل وحطها. بص حمدي فين يا كيمو؟ حمدي بعيد. ليه؟ لانه خايف من الاتنين اللي في ظهره. طبعا. عايز يغطي مكان عالي وفي نفس الوقت في ظهره اللي هو مكانه الطبيعي ناقص فيه 2 يعني. فلازم يبقى عندنا حتة الدهاء ده حتى لو ماتش ودي. صح. نتعود على الحتة دي عشان لما تروح الرسمي تبقى بتعرف تعمل حركات. برافو عليك. صح. ما بدأهاش من الصفر. صح. خاصة ان انت تبقى حلو ان انت بتجربها قدام منتخب عنده امكانيات فرد بالظبط. دي اول نقطة. تاني نقطة لسه عندنا شوية مشاكل في الخروج بالكورة. يعني مثلا في كورة والنتيجة 2-1 ساتر ربنا ان اسامة جلال طلع في منتهى الذكاء وكشف التسلل. والشناوي كمان طلع وقفل وكانت انفراد وصدها بس طلعت تسلل. الكرة دي اصلا الكرة كانت في رجلينا. ماشي. واتقطعت من طارق حامد وفي كسور من الثانية اتحولت لشبه انفراد. فلسه عندنا شوية مشاكل في الخروج بالكرة. ماشي. النقطة دي علاقة بطريقة اللعب ولا بنوعية اللعيبة؟ نوعية اللعيبة. نوعية. بصراحة. طبعا. النقطة التالتة ليه وانت كسبان 2-0 يا كريم ما تضربش ضربتك التقيله وتخلص؟ يعني في واحده كان كاونتر اتاك تريزيجيه قطع من نص الملعب. ورايح شبه 2-2 تريزيجيه وصلاح اللي هو حطها لمحمد صلاح وبقت 2-2. لازم اخلص. لازم ابقى عندي حرص شديد جدا على انهاء الهجمه اموت اللقاء. برافو عليك. لان 3-0 دي قتلت الجيم. خلاص. لان انت ضيعتها بعد 3-4 دقائق بلجيكا رجعوا للجيم بتاع تلت ساعه فيقدر يسجل تاني. في شويه حاجات لازم نشتغل عليها لكن طبعا في ايجابيات كتير جدا جدا.